يقول جدي توفي منذ 8 أشهر فوالدتي عندما تتذكره تبكي ولكن بكاء بدون نياحة وتدعو له بالرحمة والمغفرة فهل هذا البكاء حرام وهل يتأثر به الميت جزاكم الله خيرا. لا بأس بالبكاء على الميت بل هو من الرحمة التي يجعلها الله لقلوب من يشاء من عباده. البكاء على الميت والدعاء له هذا أمر مستحسن وقد بث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب ولكن يعذب بما يقول اللسان ما يتكلم به اللسان وكذلك بالأفعال من نقل الحدود وصف الجيوب ودعوة الجاهلية. فهذا الذي ذكرته السائلة من أنها تبكي على أبيها وتدعو له هذا شيء طيب إلا أنه ينبغي للمسلم أن يظهر الصبر والتجلد والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء فإنه يستحب للميت دائما وأبدا مهما أمكن ذلك لأن هذا ينفعه الله به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.